نجد كذلك أن الإمام مسلم ابن الحجاج رحمة الله عليه حينما رحل في طلب العلم ذهب إلى الري وإلى بغداد وإلى الشام ومصر وطاف في خراسان وطاف الدنيا بأسرها يأخذ الحديث عن أئمة هذا المجال وحفاظ الحديث في زمنه رحمة الله عليه ورحمة الله عليهم. ولا شك حقيقة أنه جمع في هذه الرحلات أكثر من 300,000 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فحفظ هذا الكم الهائل من الأحاديث بأسانيدها المتصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا شك أن هذه الأحاديث وهذا الكم الهائل فيه الغث وفيه السمين وفيه الصحيح وفيه الضعيف وفيه المكذوب على رسولنا صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان كالوعاء كما ذكر ذلك من عاصره من أهل العلم أن الإمام مسلم كان وعاء من أوعية العلم لا سيما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف لهذا الطفل ولهذا الشاب الذي ترعرع في حلق العلم وتحديدا في حلق الحديث، كيف استطاع أن يحفظ هذا الكم الهائل 300,000 حديث عن رسولنا صلى الله عليه وسلم وأحدنا اليوم لا يجيد قراءة الفاتحة التي هي ركن من أركان الصلاة؟ ولذلك نجد هذا القصور في الكثير من المسلمين، ولذلك لا بد أن نلتفت إلى هذا الدين. ولذلك ما خلقنا الله عز وجل إلا لغاية، فقد قال الحق تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكيف نعبد الحق تبارك وتعالى ونحن لا نعرف شيئا من العلم الشرعي؟ فالعلم هو الذي يوصلنا إلى الحق تبارك وتعالى وإلى معرفة مراد الله ومراد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ارتأى الإمام مسلم حينما وجد نفسه أمام هذا الكم الهائل من الأحاديث التي حفظها عن النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن ينتخب منها الصحيح وأن يدون كما دون شيخه الإمام البخاري، يريد أن يدون كما دون شيخه محمد بن إسماعيل البخاري، فأراد أن يضع الشروط وأن يغير في بعض الشروط لأن الإمام البخاري كان شديدا في شروطه، فأراد أن يخفف هذه الشروط بما لا يقدح في صحة الأحاديث ومسار صحة الأحاديث التي ستجمع في هذا الكتاب الذي سيضاف إلى كتاب الإمام البخاري رحمة الله عليه. ولذلك ذكر هو رحمه الله عن سبب تأليف هذا الكتاب وهو كتاب الصحيح أنه لما كثر اللغط وكثرت الأحاديث الضعيفة أو المكذوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم وتداولت فيما بين الناس وأصبح الناس يتناقلونها، ولذلك أراد أن يبدد الظلام وأن يكشف زيف هذه الأحاديث وأنها ضعيفة لا يحتج بها، ولا يجوز أن يأتي الإنسان ويتكلم بحديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أخرج لنا كذلك الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى لا يبقى إلا رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ولا شك حقيقة أننا حينما نقف عند هذا الحديث الثابت في صحيح الإمام مسلم كيف يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الدين لا ينتزع من صدور العلماء وإنما يذهب بقبض العلم. ولذلك جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض العلم بقبض أوعيته، وسمع هذا الحديث جبير بن نفير فذهب به إلى شداد بن أوس وأخبره بما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له شداد بن أوس نعم أوعية العلم هم العلماء. ثم قال له شداد أتدري ما أول العلم يرفع يا جبير؟ قال ما أول العلم يرفع؟ قال الخشوع حتى لا تكاد تجد رجلا خاشعا في صلاته. كان للإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري كتب ألفها كثيرة،
من أعظمها وأكثر الناس قبولا عليها وجعل الله عز وجل قبول عند الناس جميعا، ألا وهي صحيح الإمام مسلم. تنقى منها بأكثر من 300,000 حديث، حفظها الإمام فنقحها وزاد عليها واختار أصحها ثم وضعها في هذا الكتاب. ولذلك كان الإمام مسلم رحمه الله تعالى كما هي عادة العلماء يعرضون كتبهم على الناس وعلى العلماء حتى يقيمون هذا الكتاب. فكان يعرضه على أبو زرعة، فكان أبو زرعة هو شيخه يقرأه، فكان ينتقد بعض هذه الأحاديث فكان يعدلها الإمام مسلم رحمه الله تعالى، كما فعل البخاري رحمه الله تعالى، فكان عرضه على الإمام أحمد وغيره علي بن مديني ومشائخه حتى أقروا هذا الكتاب على بعض الملاحظات. وهكذا هم أهل العلم يعرضون كتبهم حتى ينظرون إليها أهي صحيحة كلها أم فيها ما فيها من بعض الأحاديث. فكان أهل العلم يفعلون ذلك مع العلماء. كذلك ألف كتب، كذلك كتب العلل، وهي هذه العلل في المسانيد أصحيحة أم سقيمة، أفيها خطأ، هؤلاء المحدثين أيوجد فيهم زلل أو غيرهم. وكذلك كتب الأسماء والكنى، وكذلك الجامع الكبير في الأسماء وغيرها من الكتب، أي ما هي مطبوعة موجودة ومنها ما هي مخطوطة. من ذلك أيضا كتب كتاب العلم وكتاب التمييز، فيميز فيه أصحاب الروايات. ولذلك كان يسأل شيوخه عن كل كنن، عن كل اسم في السند حتى يعرف من هذا الراوي، لا يأتيه باسم مبهم لا يعرفه الناس أو ما يعرفه إلا خاصة الناس، بل يذكر الاسم. كذلك من ميزة هذا الإمام أنه عنده أسانيد أخرى في الحديث نفسه، فيذكر هذا السند حدثنا فلان عن فلان ثم يضع حرف الحاء، وحرف الحاء هنا أي تحويد الإسناد، أي في إسناد آخر أيضا أنا أرويه أي الإمام مسلم بهذا الطريق إلى هذا الحديث، فيتفقون في معنى هذا الحديث. وهذا إن دل على دقة هذا الإمام في نقله لهذه الحديث. قد يتساءل البعض أن الإمام يعني مسلم روى عن الإمام أحمد وذكره في صحيحه، لكنه لم يروي عن الإمام البخاري، وقد لازم البخاري رحمه الله تعالى في حياته حتى أنه قال له يا أستاذ الأستاذين، ويا قال إمام المحدثين، قال ويا طبيب الحديث في علله، دعني أقبل قدميك. يعني انظر إلى تبجيل الإمام مسلم للإمام البخاري، لكنه لم يروي شيئا عنه في صحيحه. قيل أنه أولا لم يعرف كان البخاري، وكان كتب كتابه قبل أن ينظر ويعرض عليه الإمام البخاري في هذا الكتاب اللي هو صحيح مسلم. وقيل أنه وهو ومشايخه في طبقة واحدة، وكان العلماء متوافرون، فكان يأخذ منهم الحديث دون غيرهم، فكان يتناقل عنهم هذا الحديث. هذا إن دل على حرصه وطلبه لعلو الإسناد. فمثلا لو روى عن الإمام البخاري سيكون بينه وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم 5 رجال أو 4 رجال، بحيث أنه لو روى عن شيخ الإمام البخاري فيكون بالطبقة 3 أو 4، فيكون الطبقة أقرب للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه إن دل على أنه يريد علو الإسناد في هذه الأحاديث وطلبه للعلم رحمه الله تبارك وتعالى.